كيف يحقق المسلم التقوى من خلال صيامه؟ بحفظ أوقاته وساعاته وحفظ صيامه من المفسدات والمنقصات، المفسدات بإبطال الصيام كالمفطرات المعروفة التي تبطل الصيام، وكذلك المنقصات المعنوية التي تنقص الثواب مثل الغيبة والنميمة وسائر المعاصي، فإنها تنقص ثواب العبد أو تذهب به كله ولا يبقى له شيء. فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه دائما وأبدا، وفي هذا الشهر على الخصوص.